بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 29 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. المرسل يقول: أخوكم في الله محمد عمر حميد بن كراس براغ من جمهورية التشيك يقول في سؤاله الأول: نحن جماعة من المسلمين من جنسيات مختلفة، نقوم بحمد الله بقيام الليل مع الإمام جماعة، وهذا راجع لوجود كثير منا لا يحفظون القرآن، فهل صلاتنا جماعة صحيحة؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المداومة على صلاة الليل جماعة أمر لا غير مشروع إلا في قيام رمضان، فإن المسلمين يصلون خلف الإمام، لأن الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان ليالي، ثم تخلف عنهم صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح فيعجزوا عنها، فبقي المسلمون يصلونها جماعات متفرقة حتى جمعهم عمر رضي الله عنه في خلافته على إمام واحد، كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي التي صلاها بهم. وأما في غير رمضان فإذا صليت النافلة جماعة في بعض الأحيان فلا بأس، أما المداومة على ذلك فهذا غير مشروع، بل يكون عملا مبتدعا. أما إذا فعل بعض المرات فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة جماعة لبعض أصحابه لأسباب كما أنه لما زار بعض أصحابه صلى بهم جماعة في مكان من البيت، وصلى صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة وصلى خلفه أنس بن مالك ويتيم معه وأم سليم خلفهم في بيت أم سليم، هذا إذا فعل بعض الأحيان فلا بأس. أما ترتيبه فالمداومة عليه في غير رمضان فإنه غير مشروع، بل كل مسلم يقوم من الليل ويصلي ما تيسر له بدون أن يرتبط بجماعة أو يرتب جماعة لهذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كم عدد النوافل بالترتيب رحمكم الله؟ النوافل تنقسم إلى قسمين: النوافل المطلقة لا تتقيد بوقت ولا بعدد، وهذه تصلى في غير أوقات النهي من ليل أو نهار، يصلي ما تيسر له من النوافل من غير ارتباط بوقت أو عدد ما عدا أوقات النهي، فإنه يتجنب الصلاة فيها، صلاة النافلة. والنوع الثاني نوافل مقيدة كالرواتب التي مع الفرائض، ركعتان قبل الظهر أو 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها أو 4 بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه تسمى بالرواتب، فهذه يداوم عليها إلا في حالة السفر، إذا قصر الصلاة فإنه لا يصلي الرواتب ما عدا راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها لا حضرا ولا سفرا. وكذلك صلاة الضحى المؤقتة للضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل زوال الشمس عند الظهيرة، هذه صلاة الضحى مرتبة للضحى. وكذلك تحية المسجد قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكذلك ركعة الطواف طاف الإنسان بالبيت فإنه يصلي ركعتين بفعله صلى الله عليه وسلم، وقوله: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت
أي ساعة من ليل أو نهار وصلى ركعتين، هذه نوافل مقيدة ومرتبة في أوقات أو في أحوال مخصوصة. وكذلك الوتر في آخر الليل يختم به تهجد الليل، قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات بعد المكتوبة صلاة الليل. هذه نوافل مؤقتة في الليل والنهار ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها زيادة في عمله وحسناته وليست واجبة. وإذا زاد على ذلك من النوافل ما تيسر له في ليل أو نهار فالباب مفتوح له في غير أوقات النهي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمسلم أن يقوم كل يوم قيام الليل؟ وإذا قام يوميا هل عليه شيء؟ هذا طيب، محافظة على صلاة الليل والمداومة عليها أمر مطلوب وفيه زيادة أجر وزيادة خير. نعم. يقول: وما السنة في صلاة الليل؟ السنة أن يصلي ما تيسر له ويسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. وإذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فصلى 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة فهذا في آخرها فهذا أفضل وأكمل، وإلا فإنه يصلي ما تيسر له من الليل ويختمه بالوتر قل أو كثر، وكل ما كثر عدد الركعات فإنه أفضل. نعم. أثابكم الله وجزاكم خيرا. المرسلة سين فاء من الجزائر تقول: هل صلاة الفجر السنة تعد من السنن الرواتب أم تصلى ركعتين أخريين بعدها وقبل الصلاة وتكون سنة راتبة؟ راتبة الفجر ركعتان قبلها ولا يكررها، لأنه إذا طلع الفجر دخل وقت النهي عن النوافل، يصلي ركعتي الفجر فقط ولا يزيد عليهما من النوافل لأن الوقت وقت نهي. نعم. حياكم الله. تقول: كذلك بالنسبة لصلاة الشفع بعد العشاء هي الراتبة أم لا بد من صلاة غيرها؟ يستحب أنه قبل ركعة الوتر أن يأتي بركعتين يسميان بالشفع، وهذا أقل الكمال، أقل الكمال ثلاث ركعات شفعا ووترا، وأعلى الكمال 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. يبدو أن تقصد أحسن الله إليك أن راتبة العشاء يوتر بعدها بواحدة فتكون هي الوتر، أو لا بد من شفع غيرها؟ راتبة العشاء مستقلة ركعتان راتبة ولا يدخل معهما الوتر، فإذا أرادت الوتر فالأفضل أن تصلي ركعتين شفعا غير راتبة العشاء ثم تصلي بعدها واحدة هي الوتر. نعم. أثابكم الله. تقول: هل يجوز لي وأنا شابة أن ألبس الحجاب دون ستر الوجه، مع العلم أن عادة نساء بلدنا عدم ستر وجوههن، وأنا أريد لبس الحجاب الشرعي لكني جد محرجة من نظرات الناس إلي بهذا اللباس، وإذا كان لا يجوز ذلك فبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا؟ حجاب المرأة هو ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان والقدمان، لأن جسم المرأة فتنة تستره كله عن الرجال الأجانب، فعليك بستر وجهك وكفيك عن الرجال بما يغطيهما ويمنع من النظر إليهما بالخمار أو بالثوب أو الجلباب، المهم الستر بأي ساتر مناسب، ولا تنظري إلى لوم الناس واستغراب الناس، عليك بالعمل بما أوجب الله عليك وفرضه عليك، ولا تنظري إلى لوم الناس لك أو استغرابهم لذلك، بل احتجبي ومري النساء بالحجاب وتكونين قدوة حسنة قدوة صالحة لغيرك، ولك في ذلك الأجر على فعل الواجب، ولك الأجر أيضا على الصبر على أذى الناس، فاصبري واحتسبي، وأيضا بيني للناس أو للنساء وجوب الحجاب والوعيد على من تركت الحجاب، لعل الله أن يهدي بك من يشاء من المسلمات. نعم. بارككم الله. في آخر أسئلتها تقول: هناك شاب يريد الزواج مني منذ 3 أو 4 سنوات، لكنه لم يخطبني إلا متأخرا منذ نحو 6 أشهر، وقد خطبني قبل ذلك ابن عمي وهو أكثر منه استقامة، لكنه مريض بالكلى حيث انتزعت منه كلية واحدة وهو دائم المرض، فرفض أبي خوفا أن لا يكون قادرا على الزواج والإنجاب، فهل أقبل بهذا الرأي؟ وأيهما أحق وأفضل الزواج بالنسبة لي؟ وإذا خطبني رجل آخر أقبل به أم أنتظر ذلك الشاب الذي يريد الزواج مني؟ وجهوني فأنتم محل ثقتي جزاكم الله خيرا. ننصحك
المبادرة بالزواج إذا تقدم لك كفء صالح فإن الذي ينبغي لك ويتأكد أو يجب عليك المبادرة بالزواج. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وما ذكرتيه من هذا الرجل الذي فيه مرض الكلى وأنه مزروع له كلية، فإن كان المرض يمنعه من القيام بواجب الزوجية لا شك أن هذا عيب فيه، وأما إذا كان ذلك لا يمنعه من القيام بحق الزوجية وهو ذو دين وأمانة عليك بالمبادرة بالتزوج منه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. السائلة أم نواف من مكة تقول: فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عن أسئلتي. أولها هو أن زوجي لا يحافظ على الصلاة ولا يؤديها في وقتها ولا يصلي في المسجد، تقول: وهو غير تارك لها، وإذا قلت له أنت لا تصلي أو سألته هل صلي يقول أنا لا أصلي لك، وأنا خائفة جدا أن يعاقبني الله على أن أعيش معه وآكل من ماله، وأخاف أن لا تقبل عبادتي، فهل علي ذنب في تصرفاته؟ وإن علما أنه يدخن أيضا وأنا معه في قلق دائم أخاطب نفسي هل أنا على حق أم على باطل؟ أرجو منكم الجواب الشافي، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا على هذه الغيرة والحرص على أمور دينك والحرص على نجاتك ونجاة زوجك من غضب الله. إذا كان هذا الزوج يصلي لكنه لا يصلي مع الجماعة، هذا قد ترك واجبا، لأن صلاة الجماعة واجبة ولا يجوز له تركها إلا لعذر شرعي، فعليك بمناصحته أن يصلي مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، وهذا من تفسير الراوي. وفي الأثر: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وجاء رجل أعمى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لما يجد من المشقة بحضوره إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فلو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فأبلغيه بهذه النصوص لعل الله أن يهديه ويشرح صدره للمحافظة على صلاة الجماعة، ولا تيأسي من هدايته. أما إذا كان يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يصليها إلا بعد خروج الوقت فإنها لا تقبل منه. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكره، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا في الناس والذي غلبه النوم ولم يكن من عادته أنه يترك الصلاة لكن غلبه النوم، هذا معذور لكن يبادر بالصلاة من حين يزول عذره. أما المتعمد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه يقضي، بل إنما خص ذلك بالناس والناس. أما المتعمد فإنه وإن قضاها فإنها لا تقبل منه إلا إذا كان تاب إلى الله عز وجل. إذا كان تاب إلى الله وندم وقضاها إنها تقبل منه، لأن التوبة تجب ما قبلها. أما إذا كان يستمر على أنه ما يصلي إلا بعد الوقت فهذا لا تقبل صلاته ووجودها كعدمها. وعلى كل حال فعليك بالصبر والاحتساب ومواصلة النصيحة لهذا الزوج بمحافظة على الصلاة مع الجماعة، وكرري ذلك عليه لعل الله أن يمن عليه بالتوبة وقبول النصيحة، ولا تيأسي من هداية، واستمري معه. وكذلك في صحيح عن شرب الدخان لأنه خبيث ومضر ومحرم، لأنه لا فائدة فيه بل فيه أضرار كثيرة، يجب عليه أن يتركه طاعة لله ومحافظة على صحته وحياته، لأنه يفضي إلى الهلاك ويفضي إلى أخطار كثيرة. وأيضا الذي يشرب الدخان يتكاسل عن الطاعات ويصاحب الأشرار، فلا خير في تعاطي هذه المادة الخبيثة، بل ما فيها إلا الأضرار القبيحة والمهلكة. أنصحيه بترك الدخان حافظة على دينه ومحافظة على بدنه ومحافظة على ماله، لأنه ينفذ المال غير فائدة. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. تقول: أهل زوجي أيضا لا يحافظون على الصلاة، وإذا نصحتهم قدر استطاعتي يقولون عندنا نصلي، وأنا أراهم لا يصلي منهم أحد، وأحيانا لا يبالون بنصحي، فما حكم الذهاب إليهم وزيارتهم ولكن من طعامهم وهم دائما على منكر من لبس أو سماع أغاني أو تصرفات خاطئة، وأحيانا لا أرى نصيحتي تعود عليهم بشيء لأنهم لا يبالون بكلامي، فبما تنصحونني؟ أذهب إليهم أم أتركهم؟ إذا كان في الذهاب إليهم مصلحة لدعوتهم إلى الله ورجاء توبتهم والتأجير عليهم فإنك تزورينهم، وأما إذا كانوا لا يستفيدون ولا يتوبون ولا يتركون ما هم عليه فإنك لا تجوز لك زيارتهم والجلوس معهم ما داموا لا يقبلون النصيحة ولا يتركون المعاصي، ولئلا يتعدى ضررهم إليك وإلى أولادك فاتركيهم ولا تذهبي إليهم حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحبابكم الله، تقول: في سماع الخطبة وما ورد في الحديث مس الحصى فقد لغى، هل الحكم واحد على النساء والرجال؟ لأني أسمع الخطبة وأنا في بيتي وأقوم بتلبية حوائج أولادي. هذا خاص بمن حضر في المسجد من الرجال والنساء أنه ينصت ولا يتكلم، لأنه إن تكلم أو حصلت منه حركات من باب العبث فإنه لا أجر له في حضوره وقد لغى، أي بطل ثوابه. فالكلام والإمام يخطب أو الحركة والإمام يخطب للحاضر لمن حضر الخطبة من الرجال والنساء، الكلام والحركات محرمان حال الخطبة وهما يبطلان ثواب الحضور لصلاة الجمعة. أما إذا كنت تسمعين وأنت في البيت فهذا لا يتعلق به حكم، إن استمعت إليها للفائدة هذا شيء طيب، وإن لم تستمعي إليها وانصرفت إلى أعمالك وأشغالك فلا حرج في ذلك. نعم. السلام عليكم، تقول: زوجي يحضر أشياء من العمل وأخبره أن استخدامها لا يجوز، لكنه يقول أن مديرهم لا يقول شيئا وأنها للحكومة، فما حكم ذلك العمل؟ وهل علي إثم باستخدام ما يحضره من عمله؟ لا يجوز استخدام الأدوات التي للحكومة في المكتب، لا يجوز استخدامها في مصالح الشخص الخاصة، وإنما تستخدم هذه الوسائل وهذه الأشياء والأدوات لما خصصت له من العمل الوظيفي، أما استخدامها للمصالح الخاصة بالأشخاص فهذا أمر لا يجوز لأن ولي الأمر لم يسمح لهم بذلك. نعم. أحبكم الله، في آخر أسئلتها تقول: ما الذي يباح للرجل من زوجته وهي حائض؟ يباح له الاستمتاع بها بالمباشرة والمضاجعة والملامسة ما عدا الجماع في الفرج، قوله تعالى: اعتزل النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بما عدا الجماع في الفرج، لأن تضع على الفرج أو ما حوله ساترا ثم يباشرها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع نسائه إذا كانت إحداهن حائضا، فإنه يأمرها أن تتزل ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مخالفة لليهود الذين يتشددون في أمر الحائض ويعتبرون ما تلمسه أو تطبخه أو تباشره أنه لا يجوز لهم استعماله. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. تقول الأخت شبة الله من ليبيا: عندنا ما يسمى باللغة العامية بالختمة، وهي أن الرجل عندما يكون ميتا ثم يأتي عام على وفاته يأتون بقراء للقرآن يقرؤون في البيت كل عام في اليوم الذي مات فيه، في مثل اليوم الذي مات فيه، يعني علما أنهم يفعلون هذه الختمة أيضا عندما يشتري أحدهم بيتا جديدا أو سيارة جديدة أو غيرها بدعوى أنها تجلب البركة، مع العلم أن من يقوم بها قد يكون من أهل الصلاح، فما حكم ذلك العمل جزاكم الله خيرا؟ هذا العمل بدعة، عمل ختمة للقرآن بهذه المناسبات ثم بمرور عام على موت الميت واعتقاد أن ذلك ينفع الميت، أو ختم القرآن عند نزول البيت أو شراء السيارة، كل هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، والمطلوب منا أن نقرأ القرآن وأن نتلو القرآن وأن نداوم على قراءته من غير أن يرتب له ترتيب ووقت خاص أو مناسبة خاصة.
الخاص، وهذا لا ينفع الأموات لأنه غير مشروع بل هو بدعة، وما كان بدعة فإنه يضر ولا ينفع. وإذا كانوا يريدون نفع الميت فإنهم يتصدقون بهذه النفقة التي ينفقونها على الختمة وعلى القرى، يتصدقون بها على المحتاجين بنية الثواب للميت، وينفعه ذلك بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم ارتداء النعل أو الحذاء الذي يتجاوز الكعبين إلى أعلى وقد يكون له صوت عند المشي؟ لا ينبغي أن يلبس الحذاء المرتفع المسمى بالكعب العالي وما أشبهه، ولا ما له صوت، لأن هذا يجلب الخيلاء والتكبر، وربما يسبب سقوط المرأة إذا لبست هذا الكعب العالي أو اختلال قدمها، وهو أيضا فيه تصنع وتكلف ما أنزل الله به من سلطان. نعم. الله إليكم. في آخر أسئلتها تقول: ما الألوان المباح لبسها وغير المباح لبسها للرجال؟ وهل في اللباس الأسود أو الأحمر للرجال شيء؟ يلبس الرجال ما جرت عادة لبسهم له في بلدهم وفي عرفهم من أسود أو أبيض أو أصفر أو غير ذلك من الألوان، إلا الأحمر الخالص فإنه لا يجوز لبسه للرجال، الأحمر الخالص لا يجوز لبسه للرجال. وكذلك المعصفر أي المصبوغ بالعصفر والمزعفر، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فالأصل فيه الإباحة ما لم يكن فيه تشبه بالنساء. الرجال لا يلبسون الملابس الخاصة بالنساء، وكذلك العكس، النساء لا تلبس الملابس الخاصة بالرجال، لأن هذا من التشبه بأحد الجنسين بالآخر. قال: وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، تفضل بالجواب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت عبد الله عريف الحربي.